يوم السبت من الأسبوع الثالث من الصوم الكبير. الأحضان الإلهية، أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الإلهية فأفرح وأتهلل وأتبعك حاملا الصليب، تاركا كل أفكاري وكل متعلقاتي، وأترك كل ما يخص الآخرين حاسبا الكل أفضل مني، وأقدم لك توبة نقية ملقيا كل رجائي عليك، وأستنير بنورك وأرى وجهك وأتلذذ بك وأشبع من لذتك، فأنال قوة أجري به نحو السماء، وأنجو من أفواه الأسود ومن شهود الزور، وأصلي لك بالروح والحق ناظرا إليك وحدك، وأحيا مع السمائيين في حضرتك، وأتغذى من شجرة الحياة. ربي يسوع، املأني من حبك وهبني توبة نقية طاهرة بها أنطلق إلى ملكوتك.